يعني الأمر بدأ منذ نحو ساعة تقريبا، عمليات إطلاق نار متواصلة من قبل آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة شمال مواصي خان يونس، وتحديدا في منطقة تعرف بشارع الطينة. إطلاق النار من قبل الآليات التي كانت قد توغلت في وقت سابق في منطقة الحاووز شمال غرب مدينة حمد السكنية، وهذه المنطقة فيها آلاف العائلات الفلسطينية التي هي بالأساس نزحت من مدينة حمد ومن غيرها من مناطق مدينة خان يونس، وبالعموم حتى من مناطق وسط وجنوب القطاع على مدار الأشهر الماضية. الآن بعدما حشر الناس في هذه المساحة الضيقة التي بالكاد هي قد لا تتجاوز 10% من مساحة قطاع غزة، الآن يتم إطلاق النار على الجزء الشمالي منها، وهناك حركة نزوح كبيرة. حتى الشارع الوحيد المتبقي الآن لحركة الناس من مناطق الوسط إلى الجنوب، شارع الرشيد أو شارع البحر، والذي هو بالأساس عبارة عن مسار واحد، ليس أكثر من مسار واحد، الآن هو بالكاد يستطيع الناس السير فيه سيرا على الأقدام، مغلق تماما الآن بسبب حركة النزوح وحركة السيارات. حتى سيارات الإسعاف التي تحاول الوصول إلى هذه المناطق لنقل الجرحى والشهداء بحسب البلاغات التي وصلتها والمناشدات التي وصلت الفرق الطبية، هي لا تستطيع حتى الوصول إلى المنطقة بسبب تحرك الناس وابتعادهم عن هذه المناطق المستهدفة من قبل جيش الاحتلال، وبسبب إطلاق النار التي وجهتها قوات جيش الاحتلال باتجاههم، وبالتالي هناك صعوبة في الوصول إلى هذه المناطق. حركة نزوح كبيرة، الناس بالأساس هم من النازحين الذين نزحوا إلى هذه المناطق على مدار الأسابيع الماضية، ولا يوجد هناك مكان يذهب إليه. يعني المنطقة يعني غرب هذا الشارع أو هذا الشارع الساحلي أو هذه المنطقة الساحلية هو البحر، وفي الجنوب مدينة رفح التي تتوغل فيها القوات الإسرائيلية، والآن الآليات تطلق النار باتجاه المنطقة الشمالية من المواصي التي تفصل بين دير البلح ومدينة خان يونس. أي الناس لا يوجد مكان يذهبوا إليه، الآن هم حشروا في هذه المنطقة ويتم إطلاق النار عليهم من قبل القوات الإسرائيلية، والسيارات المدنية وبعض الناس حملوا جرحاهم وسيرا على الأقدام ركضا من تلك المناطق خرجوا بهم وأوصلوهم إلى أقرب منطقة يمكن أن يستقلوا فيها سيارة وعربة، وجاءوا بهم إلى هنا إلى مستشفى الناصر أو إلى سيارات الإسعاف الأقرب إلى المنطقة. وكل ذلك يدلل على الوضع الصعب، والأخطر من هذا الآن الخشية أن يتم فصل مدينتي دير البلح وخان يونس عن بعضهم البعض. التوغل الإسرائيلي الذي حدث على مدار الأيام الماضية في مناطق شمال شرق مدينة خان يونس من بلدة القرارة، ثم تقدمت هذه الآليات باتجاه حاجز أبو هولي أو منطقة أبو هولي وكذلك منطقة المطاحن، ثم عاودت مرة أخرى التقدم أكثر باتجاه الغرب إلى منطقة مدينة حمد السكنية. الآن إذا استمرت عملية التقدم هذه باتجاه شارع الرشيد، الشارع الساحلي، أي أقصى غرب أو شمال غرب مدينة خان يونس، حينها تكون المدينتين فصلتا تماما عن بعضهما البعض، لا تستطيع العائلات الحركة بين وسط القطاع وجنوبه. ونحن نعلم أنه كثير من العائلات بسبب ضيق المساحة تفرقت، جزء منها بقي في مناطق خان يونس والجزء الآخر في مناطق وسط القطاع، وبالعموم هذه العائلات بالأساس في بداية الأمر تفرقت عن باقي أفراد عائلاتهم في مناطق مدينة غزة وشمال القطاع. بحسب المكتب الإعلامي في مناطق الوسط والجنوب هناك 1,700,000 فلسطيني تقريبا نزحوا إلى هذه المناطق، وحيث كان تصنيف مناطق جنوب وادي غزة أي مناطق الوسط ومدينة خان يونس ورفح بحسب جيش الاحتلال أنها مناطق آمنة. خرج الناس من مدينة غزة ومن شمال القطاع وتوجهوا إلى هذه المناطق التي تقدر مساحتها بنحو 63% من مساحة قطاع غزة، ومن ثم بعدما تم إغلاق المنطقتين وفصل قطاع غزة إلى نصفين عبر محور نتساريم، بدأ جيش الاحتلال بتقليص المساحة الآمنة والمنطقة الإنسانية كما يصفها من 63% إلى أقل من 10% الآن بحسب المكتب الإعلامي الحكومي، بعدما دفع الناس من كل مناطق وسط القطاع وجنوبه من خان يونس ومن رفح ومن مخيمات الوسط باتجاه هذه المنطقة الساحلية الضيقة. الآن الآليات
شيئا فشيئا تقترب على بعد عشرات الأمتار فقط من هؤلاء النازحين في هذه المناطق وفي هذه المساحة الضيقة التي كما قلنا يعني لا تتجاوز 10% من مساحة قطاع غزة. الآن يتم استهدافهم، وفي مرات سابقة كانت هناك مجازر إسرائيلية حدثت في منطقة مواصي خان يونس بفعل الغارات الإسرائيلية المكثفة والاستهدافات الإسرائيلية المباشرة. أي صاروخ يسقط في هذه المنطقة، أي استهداف، نتحدث عن عشرات الجرحى والشهداء يتم نقلهم. هذا حدث مرارا في مرات سابقة عندما تم استهداف هذه المناطق بالطيران وبالمقاتلات الإسرائيلية وكذلك بمسيرات جيش الاحتلال. أي نتحدث عن منطقة مكتظة تماما تعاني منذ أشهر من كثير من المشاكل الصحية والبيئية. هذه مناطق ليست مهيئة من ناحية البنية التحتية كما باقي مناطق المدن الأخرى، لأنها منطقة ساحلية رملية وكانت بالأساس ليست مكتظة يعني كما في مركز المدن في خان يونس ورفح والمناطق الوسط. هذه ليست منطقة سكنية، عبارة عن أراضي، بالتالي مشاكل عديدة، مياه الصرف الصحي، المياه الشرب غير متوفرة، عيش الناس في هذه المناطق في الخيام تحت حرارة الشمس، الأمراض المعدية، المشاكل الاجتماعية المتعددة التي حدثت في هذه المناطق. رغم كل ذلك الآن يتم استهدافهم والاعتداء عليهم من قبل جيش الاحتلال بإطلاق النار كما يحدث الآن منذ دقائق باتجاه هؤلاء الذين نزحوا إلى هذه المناطق. بالتالي هذا هي خطورة الوضع الآن، وهذا هو المشهد في مناطق مواصي خان يونس، والخشية كما قلنا أن تتم عملية الفصل هذه بين دير البلح ومدينة خان يونس. وبات الناس فعليا منذ يومين بتجنب الحركة بين المدينتين خشية أن يكون هناك تقدم مفاجئ لآليات جيش الاحتلال باتجاه شارع البحر، وحينها ستنفصل هذه العائلات. منذ يومين وأكثر بقليل بدأت فعليا الناس بعدم الحركة بين هذه المناطق خشية أن تحاصر وأن تنعزل عن باقي أفراد العائلة التي كما قلنا بالأساس هم يعني فصلوا وتم فصلهم عن مناطق سكناهم في مدينة غزة وشمال القطاع. لا تزال حتى الآن كما أسمع سيارات الإسعاف تخرج من المستشفى باتجاه على المناطق الغربية، فيما يبدو أيضا هناك عدد آخر من الجرحى يتم نقلهم من تلك المناطق.